عندي لك تحدي يا سكيلز، لك انت وسك و... وابو لهب وتوفي، لو فزت في التحدي هذا وقدام الناس أوكي. كل واحد ياخذ من عندي 100 دولار. اوه لعبتي التحديات. اوكي. يا ساتر. ايش هذا؟ لك ربيت نو كاب تي فور يو يس. لا لا مو انا. ايوه ذاك واحد. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم بصحة وعافية. اليوم مقطعنا جدا رهيب، بس قبل ما نتكلم عن المقطع ودي اوجه رسالة بس للطيبين المتابعين اللي يتابعوني، يعطيكم الف عافية على التفاعل الرهيب اللي صار في اخر المقطع. للامانة ما شاء الله، يعني عارف يعني يمكن اجمالي الكومنتات تقريبا 500، منها 450 كومنت كلهم كاتبين لعيون عبد الرحمن وقلوب، بصراحة بيض الوجه، وهذه احلى تحية للمتابعين. يعطيكم العافية ولا ما قصرت. نيجي لموضوع التحدي اللي انا لسه جايبه من الفرن وطبقته في اول شخص هو عز اصحابي ويعتبر اقرب الناس الي الي اسمه الي ولا لي يا زكي، اقرب الناس لي تمام اللي هو سكيلز وفريقه، طبعا سكيلز وابو لهب وتوفي راح يسوون التحدي، لكن اذا فاز التحدي لهم كل واحد 100 دولار، يعني تقريبا 300 دولار. المهم تابع المقطع حتفهم ايش هو التحدي بالضبط، تابع المقطع للنهاية وراح تفهم كل شيء. لا تنسى اللايك، واذا انت جديد في القناة اتمنى تشترك عشان تقدر نوصل 200 الف مشترك، واهم شيء تكفى. شوف دفلت فمي، فمي الباك دفلته كله عشانك. الشير الشير يا جماعة، اهم شيء عندي الشير، شير ثم الشير ثم الشير. يلا شباب مشاهدة ممتعة. يب المفروض تنزلهم كم بعيد؟ انزل فوق البيت. يا عمي علق عندي اصلا. اوكي ما تنزل كاسر، ما تنزل من فوق. يا اخي ما يسمع الكلام. طيب اطلع فوق خلاص ابشر. ما يسمع الكلام. يلا انا ابو التحدي ما بلعب. راح يسارنا. انا متخبي جوا البيت، معلوماتي كالتالي: درع راس ليفل 1، درع صدر ليفل 2، ما عندي ولا هيل. يسار 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 ولا بالبيت. انميز اهيد. افتح افتح الحمام. اسكت، في واحد تحتك تحتك تحتك، ثاني ثاني نفس المكان تحتك. قطع قص الشارع قص الشارع. كفو. واو اسكت، في واحد طلع لك، في واحد طلع لك، وصل الدور الاول. دقيقه ما عليك في الدور الاول. اوكي يا درب ما ادري صوت. لا 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 لا. طب انا ايش اسوي الحين؟ ثانيه يلا بساعدكم. يخرب بيت نو كاب تي فور يو يس. انا اللي على اليسار ما في كاب تي كابو. كمل التحدي وحدك يا لا تقل. طيب ايش اسوي؟ انت من وعدك؟ حد قال لك تنزل بوشينكي؟ اصعد 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 الهليكوبتر على طول. ليش تحسس ان انا بوت؟ ياسر خذ الرشاش هذا اللي تحت. لا ممنوع ان اخذ سلاح. خلاص لا تاخذه. دقيقه خليني اغير ركبت الهيل. نحميك يعني؟ يب يب. حماية البوت. ترى ما معي دروع، ما معي هيل. نزل
كفو كفو يا سكيلز كفو يا عيال. حتى شوف صدق حتى شوف يا سكيلز عشان انا احبك. شوف ايش حاطط كيس دونت كيل مي، يعني اشوف انا جالس اساعدكم. اوكي خلنا نحمي الكاسر، خلنا نحمي الكاسر بس انزلوا فيه. Two hours later. موت يا بوي. قتلت التوبي؟ نايس سن. هاي في واحد رشاد، في واحد هنا نهاية المبنى ابيض ابيض. اوكي قتلوه. لا لا هنا وراك وراك. اعطوني هيك. ايه قتلتوا البط؟ في واحد بعيد، في واحد بعيد. توف توف في واحد بعيد ترى وراك وراك. يا ليل والله سكيلز نزل مكان زحمة ناس. كفو يا سكيلز. ما يموت. موت ابغى الكل. في واحد بط على اليسار. في واحد بط على اليسار يا عيال. قلت له يخرب بيتك. يا ساتر. ايش حركات يا سكيلز. موت. في ناس هنا، في ناس هنا. وقفوا وقفوا. قفل؟ ايه بنزلت. خربت. واو تسير المعليني بموت. الله توف جالس اطلق من قلبه. ربيت. الا يبغى المية دولار باي طريقة. فوز بالتحدي. فوز بالتحدي يلا. بس يطلع. هم. اهرب 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 ولا اجلس في الهيلي. لا لا خلك خلك لا انت خلاص خلك لا تنزل. اوكي ماني نازل خلاص. وين تدور؟ تاكد مات؟ تاكد واحد. ايه مات مات على طول كده. كاسر نزل من الطيارة. لا البطل كاسر جيب الطيارة. لا لا حبيبي يلا عاد شو الشروط والاحكام اللي حاطينها؟ ايش شروط الاحكام؟ حسيت ان انا مادة فقه. اصبر. لا 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 قلنا بدون اسلحة بس ما قلنا بدون. يلا 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 اوكي. يب انت مو سمعت؟ كان اكيد كان. في وقت في وقت. بط بط. واو بط بط السدح. واو. توفي ما يمزح M2 4. اوكي بنوقف الكاسر مكان. تحديت ناس غلط يا كاسر. والله تحديت موت غلط اصلا. أوكي. يا اخويا. اسكت اقول لك. انزل كاسر. خليك فوق. ايوه ابقى خلاص. انبطح. مدد. انبطح. انبطح ابشر. انبط. بس شباب خلكم من يا. كان ميوت سالف مع المتابعين. اوه ماي جاد. واحد هني. توفي ينزل. توفي ينزل هني. ناخذ كرامه. خلاص يا شباب انا اقول الله يعوضني. يلعن ام الذل. وش الريزه اللي خلوه خبور في نص التور حق المويه. ايوه سكيلز ابقى عندنا. هلا والله سكيلز. والله صوره عرض حلوه. صوره عرض هاي. نسوي نظريه جديده، نظريه توازن شيء. ايه انت شو دخلك؟ لا 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 طيرني توصلني البحر عادي. جرب طيب يمكن تزبط معك. صير لقطة الموسم فكر فيها. لا لا مو عاد. ايوه ذاك واحد في الفلوق. الله وديتهم قلت له ارجع ارجع لملعبك. وديت عند اصحابه كمل. انت يوفي
هليكوبتر هليكوبتر يب هليكوبتر تعجلت يا توفي او ماي جاد توفي تا نايس ون نايس ون تبغى الكلات تبغى الكلات قلتلها عندك خلاص ما نبغي زعلنا هو في واحد في ناس تحتي فجرته كفو anyway خلونا ننزل خلاص الدائرة برا لا انزل اوكي ابشر لا هذا لا 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 برا بطلع بطلع بالهليكوبتر بطلع بالهليكوبتر نط ارجع على ورا وتنزل تحت خلاص بيجيبون هليكوبتر بيجيبون هليكوبتر ناخذ درع الدرع والخوذة والهيل ياب انا ابغى طارق بازوكا اذا في خذ العشبي كاسر ابشر ها لو اروح اخذ العشبي كمان ايوه وات علقت اللعبة الو الو لا لا اسمعك انت طلعت ترى يا سكيلز هلا هلا علقت اللعبة جاب مكتوب ديسكونكت عندك يا فريزينج فريز طب اطلع ادخل اطلع لازم اطلع اطلع وارجع الو التحدي قول لي يصير يا هوب نايس اهل الكاسر ايه صاروخ انزل انزل كاسر نزلت خلاص مدد بالحشيش شوفهم انمي زهد تمدد بالحشيش اوكي ولا يضربون على الكاسر كيف يضرب على الكاسر كفو توفي دمشته كفو جلس تدمج جلس تدمج يا عيال لا مش نادمج تعال انتوا منزلين فوق بنفيل خذ كفر خذ كفر كاسر وين الكفر حقك ده صاروخ من فوق راسي قول لي الا هو تفنشت ايش موضوعي دقيقة خرب علي التحدي صلي على النبي صلي حنعيد التحدي اخر مره اوكي هنعيد اخر مره اوكي